بحث الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عددا من الملفات الثنائية من بينها سبل مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي إنه تم التوافق على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها المجرية وتبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة المياه والري والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين. كما أكد الرئيس السيسي أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استخدمت مسيرتين لمهاجمة البنية التحتية المدنية في إقليم كراسنودار وأدييغا جنوبي روسيا، مشيرة إلى اعتراض قوات الحرب الإلكترونية الروسية المسيرات، وأكدت أن المسيرتين فقدتا السيطرة وانحرفتا عن مسارهما ولم تسفر عن أضرار في البنية التحتية بالمدينة. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام مواد كيميائية سامة داخل أوكرانيا وتحميل موسكو المسؤولية. وكشف قائد قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي عن تقدم عربات مدرعة أمريكية الصنع تحوي مواد كيميائية نحو خط التماس، كما يستعد الناتو لتزويد أوكرانيا ب 600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة القطرية الدوحة أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تبنت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي شهدت له مختلف المؤسسات الدولية على مدار السنوات الماضية، موضحا أن الدولة المصرية ضاعفت من حجم استثماراتها العامة في عدد من المجالات وخاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية وعدد من المشروعات التنموية والاقتصادية، وذلك تعويضا عما شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشروعات. شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة وعدد من الشركات القطرية على هامش زيارته للدوحة، وذلك لتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية. ومن جانبهم أكد مسؤول الشركات القطرية أهمية تلك مذكرات التفاهم ودورها في تعزيز التعاون المشترك الذي سيفتح أفاقا رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية. استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السفيرة لينكا مهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، وذلك بمقر التنسيقية لبحث سبل التعاون بين الجانبين. وتم خلال اللقاء إلقاء الضوء على مختلف أوجه التعاون بين مصر وسلوفاكيا، كما تم تبادل الرؤى حول دور الجانبين في مزيد من دعم المجهودات المشتركة وتبادل الرؤى حول مستجدات ما يحدث على الساحة الدولية في ظل الظروف العالمية.